بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قشك برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدام جهشتن إيج ببشك شكرنا خلتك قدش برنامج تفسير قرآن بيروس الديف عنوانة بيام دلا. جارة دي ما بحثي سورة الفاتحة كير، وما بحثي هندك حديثة كير حديثة بيغنبري صلاة ودسربن كا خيرا في سورة چانتي يامزنا وكي مرتخينتن والسراويجي بو مروي ديار بت رب العالمين بو ماكرت نفيجي دا اف خيرا هندا يامزن كس اش بسرمانا مرو فاجي ببهر نابتن في جايجي ام هر بردوامي دي دين سروان حديثة او حديثة كو فضل سورة الفاتحة ان الحمد لله رب العالمين كا خيرا في چاندا. صحابيه كي بيغنبري صلوات قد السربن مغيرة ثابتي ديار يعني رواتتش أنسي كتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلة فنزل كتي بيغنبر سر عرضا كيب شاكي بلند بي كتي هات خواري ونزل رجل إلى جانبه ظلام جهات خواري شو رخ بيغنبر رنشت خواري آنش بيربا يعني يوجد شويري هات خواري. فالتفت إليه إن بيغنبر لزفري صلاة خد السربن فقال بيغنبري قد في ظلامي قتي ألا أخبرك بأفضل القرآن ما أزبط نبيجم تشتش همية بقدر قيمة الدف رب العالمين القرآن ده يعني شهمي قرآن بقيمة يعني شو تشتي وكي ويت قرآن ده بقيمة نينة. قال أني قتي أفي مروفي قد فتلا عليه الحمد لله رب العالمين إنا بيغنبري صلاة خد السربن يعني قلت ما أزبط أنا بيجم وبيغنبري قلت الحمد لله رب العالمين أفش في قيمة تري مصطري نها تت قرآن دا أفش همي جهة قرآن يعني سورة قرآن قيمة ترى. حديثة كادي تري بيش عن يزيد عن الحسن بن دينار عن يزيد الرشك قال سمعت أبا زيد وكانت له صحبة قلت أبي صحابي قلت مش قل أبو زيد بي وأوجد صحابي بيغنبري بي أف زيدة شد بجتن باب زيدي بجتن. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض فجاج المدينة ليلا قلت قال بيغنبري بي صلاة قد السربن الهندك جهة مدينة كولانة مدينة شافي. فسمع رجلا يتهجد بأم القرآن يعني بيغنبري أو بيغنبري بريفات شوين ناف باجر ناف باجر بره خدای گوتی گوی خدای یعنی ایک یه الحمد تخینت. فسمع رجلا يتهجد بأم القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اوی پیغمبری هر دوکا گل وی مروفی بی وی صحابی قرآن تخینت سورة فاتحة اینا پیغمبری اف اخفتنا گوت گوتی فاستمع له حتى ختمها پیغمبر را وسط صلافت خود سربن حتى أبي مروفي سر تهجدا أبي تذكر أبي قرآن يعني سورة فاتحة حتى خلاصكر واختي خلاصكري ثم قال وبشتهن جي بيغمبري أف أخفتنا قوة صلاة قد السربن قلت ما في القرآن مثلها نينة قرآن دا وكيفي نينة قرآن دا وكيفي. إذا الفيري أبا قدر قيمتي بمزونيكا چنت يا مزنا ديسا بشتن سعيد كوري جبيريش ابن عباس رواتتن سرفي آياتي ولقد آتيناك سبعا من المثانية والقرآن العظيم وتي سرفي آياتي ابن عباس سعيد بن جبيريش ابن عباس رواتت كتن إناد بشتن وقت سرفي آياتي شو قد قلت هي فاتحة الكتاب وكي رب العالمين بشت بغنبري صلاة قد السربن بشت ولقد آتيناك سبعا من المثاني ما يدايتا چتشت هفت آيات آن دو جاريتي تخوندني نفيجي دا والقرآن العظيم يعني ما هفت آيات دايتا وما قرآن دايتا يعني طبعا واو عربية دا وقت تودو تشتاليك دي بيش واو عطفي معناوي يبري واوي وبشتي واوي نواك إيكا يعني جدانا هكا نجدا باهما دال جلي دد جلي آيات يا شد بشتن بشتن محقق يا مسوجر يا محمد ما سف حفت آيات داينتا أفا إيك واو يعني والقرآن العظيم
وما قرآن يضايتا يعني حتى عندك في أبيدتكين بشتن يعني سورة فاتحة منشين بجن سورتك شتيت قرآنية إيكية سورتك قرآنية إيكية بشت رب العالمين يدو تشتد دان بيغنبالي صلاة خد السربن أن أمتا بيغنبالي أن بشريتي مروفايني دو تشتد دايني رب العالمين سورة فاتحة يا داي ورب العالمين قرآن ما ظن يا داي يعني عندك حسابت كنكو سورة فاتحة يعني بقرة سورة إيكية بوشيد بشتن يعني سورة فاتحة مقابل قرآن همية الدي في آياتي بشتن عبد الله يعني ابن عباس تشوكو قوتي وقت قوتي سبعا من المثاني قوتي هي فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب أو مروف دسبيكي قرآن تخينة أو استثناها الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين أفاي هل يعني هل جرتي بأمتا بيغنبري الصلاة قد السربن فذخرها لهم ولم يعطها أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني خذ أفاي هل جرتي بو أمتا بيغنبري الصلاة قد السربن وبو چ أمتا نهنارتا بري أمتا بيغنبري الصلاة قد السربن يادي تري قدر قيمتي في سورتي يعني خزينك البن عرش رب العالمين إنها كنز من تحت العرش ديسا أنسي الروايات كتن أنسش بيغنبري الروايات الصلاة قد السربن بشت إن الله مش بيغنبري هوغو الصلاة قد السربن قلت إن الله عز وجل أعطاني فيما من به علي قلت يا رب العالمين هندك منت يا المكري تشتكي دائما منتك المكري أو منت شيا إني أعطيتك فاتحة الكتاب قلت يا رب العالمين قلت يا محمد ما قالت اشتي دايتا أفا وأفا وأفا شوان تشتا قلت من فاتحة الكتاب يا دايتا يعني سورة الفاتحة من دايتا هي من كنوز عرشي أفش خزينة عرشي منن قسمتها بيني وبينك نصفين من أفايتنا بين خوت دا يعني ويكري يعني سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أفهمي بوه رب العالمين يا بحسي رب العالمين وحمد خدي وصفات رب العالمين وخدان الرجاء قيامتي إياك نعبد وإياك نستعين أبتنا بين منو عبد مدانا اهدنا الصراط المستقيم أفا بجا عبد يبخا داخوزش خديت كتن أفا بجا بوية أف هر سكت أولي بو خديمنا هر دو كت ديتري نبين هر دو كذا بو خدي وعبدي مشتركا أفا ديتري يتعبدينا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم جفيري بحتى غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشت أفيت عبدينا بجد بشتن أفتشتا بشت يا محمد من فاتحة الكتاب يا ديتا خزينك اش خزينة عرش من يعني فيكرتنا بين أخوة تدا لسا إمام علي شد بجتن بشتن بيغنبري قو صلاة خد السربن قلت فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله أنه لا إله إلا هو وقل اللهم مالك الملك بحسيفان هرشاندا فاتحة الكتاب يعني الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأف آيات دي تريجي شهد الله أنه لا إله إلا هو وآيات دي تريجي قل اللهم مالك الملك بشت أفتك هذه الآيات معلقات بالعرش ليس بينهن وبين الله حجاب بشت أفتها تلاوستينا بعرش رب العالمين فا أتنا بينا وانا وخديدا شو بردنين معناوي أفهندت مظن كوشي كاسي وانا بخينة بردتنا بينا وخديدا نامن يعني رب العالمين شو دعاو بكتن دي قبيل كتن يا دي تري سورة الفاتحة جل سورة القرآن داهين سورة القرآن همي يعني قدر قيمتي وان كلام رب العالمين يا بس رب العالمين خصوصيتك طيبة من ديك يا داي في سورتي جل في سورتي وكي مروف تخينة رب العالمين جوابا مروف دتن وشو عرض دية قرآن ده صانينة جوابا مروف شدتن بشتن أف سورة خاصة نابينا مروف وعبدي وختي مروف بتن الجل خدت آخرتن اجبر هندي رب العالمين يا كيلي شتشت قلتي أفا بود بلات نفيجي ده بتشكو تول جل رب خط آخري بشتن مروف نشد باخفة
تشتكي بقيمة تر إش كلام رب العالمين تش آخفتني بيجي هنا جهت وي آخفتني أوا خدي قوتي إش كلامي وقت مر بالجلب آخفتن ويا تهاتي تقسيم كرينا بين عبدي دا ونا بين رب العالمين دا وأفا تش سورة القرآن دا هو نينا وتش تش قرآن جو هو صانهاتا بجد بشتن أفا يعني وكي خزينة كد بن عرش رب العالمين فا وجعا دعاء فيتت قبل كرني وكي مرو في غازي رب العالمين تكتن يا دي تري يعني قدر قيمة في سورتي بشتن كاتش رب العالمين هنارتا إش كتابة هميت في سورتي دا بشت رب العالمين حديث حسن هاتي الروايات قلت أنزل الله سبحانه 400 كتاب وأربعة كتب رب العالمين شار صد وشار كتاب فريكرين وهمي بيغنبلات همي وقت هذا جمعها في أربعة كتب معنت وانا وكل كافان شار صد وشار كتابا يتكوم كرين شار كتابا دا إك يا إك التوراة والإنجيل والزبور والقرآن شار صد وشار يدوان هار شار كتابا دا خذ يتكرين دوان شار كتابا دا وجمع الأربعة في القرآن وهر شار يتكرين قرآن دا معنويات إنجيل التوراة والزبور دا وقرآن دا همي أبيت قرآن دا وجمع القرآن في المفصل رب العالمين قرآن ياكم كري المفصل دا يعني في سورة كردة وجمع المفصل في الفاتحة وجات فان يعني سورة كرد جادا يا كريت فاتحة دا وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين رب العالمين يتفتح جدا يكرد في آيات دا أف آيات السورة فاتحة دا يا ربي أمدي عبد نيات ابتنكين وأمدي دا خوزش تبتني خوزن اشت أفا أفا جي فضل يفي السورة يا دي تري لسا بشتن بإسناد عن حسن يعني حسنت بشتن عن النبي صلى الله عليه وسلم بشت بيغنبري أفاخفتنا قلت من قرأ فاتحة الكتابي أو كس السورة فاتحة بخينت فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أو كس في بخينت هروكي أفهم مخاندين بشت ويشهد لهذا تسميتها يعني بشت يعني نعجب بوشي چونكي نافي قرآن نافي سورة الفاتحة هما أفيا يعني هروكي بشت إنجيل وتوراة وزبور وفرقان هميت قرآن دا ونافي في سورتي سورة فاتحة كرا چتش يكري أم الكتاب يعني ماكا قرآنية وأم الشيء أصله ومجتمعه وقت بجني أم يعني أصلي في يعني أفا ديكافية يعني أفا يش جي كي خدي يش في داي معناه يش في شي بي إش كلاخي فيا ورب العالمين وقت بجتن قرآن فاتحة أم الكتاب يعني قرآن هم يش في سورتي هاتي داري قرآن همي يش في سورتي هاتي داري وكي علمات بجن فاتحة قرآن همية وإش فاتحة سورة البقرة حتى سورة الناس يتفصيلات في سورة بمد بجن تفصيل يا بما برفره كري فاتحة الكتاب بوشي بجتن كقرآن بما دي بما چه بجتن همية في سورة دا القرآن نشامدت كو خدي ربي في كونية الحمد لله رب العالمين وقرآن بمد بجتن خدي إلهي ويا إياك نعبد وإياك نستعين وقرآن بمد بجدن رب العالمين چندي ما ظنى يبرحمة جي الرحمن الرحيم يعني ربوبيات وألوهيات والرحم همية في سورة دا إجبر هندي أف سورة رب العالمين بما كير چتش بما كير يعني تشتكي قلكي ما ظن يشهمية مصدرك وآفايا وآمت نفيجي دا همي بسرمان بس يعني أمي بتو وجاه يعني خوان دوابتن زانت ونزانت جنبت وظلامتن همي في سورة تخينن أف بركتها عندما ظن رب العالمين بو همي دينا يا دي تري وقت مرو في أف سورة خوانت مرو في ديت باراستنش جنة وش شيطانة وش يعني
افتكم روفي ناديتين دفين زرال المروبكين اف صورتا يعني دي مروفي بارزتن بشتن انها حرز من شياطين الجن والانس شيطان انس جنة وانها تعدل ثلث القران شو ما يقول لي بسورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بشتا افاس سيكا قرانية سورة الفاتحة جي سيكا قرانية الديف حديثة بيغنبري صلى الله عليه وسلم بيغنبر بشتن إذا وضع العبد جنبه على فراشه وكي عبدي بسرمان يعني نفست السرخي خا دي نفتن فقال أف أخفتنا قد بسم الله نافي خدينا وقرأ فاتحة الكتاب والسورة الفاتحة خوان أمن من شر الجن والإنس دي إتبارستن إشخرابية إنس جنة ومن كل شيء وش همي تشتاجي وهي تعدل ثلث القرآن أفا هندي سيكا قرآنية معجم الطبراني الأوسط بيشتن بسنده عن ابن عباس يرفعه ابن عباسي بحديث الرواية بيشت من قرأ أم الكتاب وقل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن أو كسي أم القرآن بخينة يعني سورة الفاتحة وقل هو الله بخينة هروكي أفي مروفي سيكا قرآن خوندي معنى بس حديثتين كو قل هو الله سيكا قرآنية وقل سورة الفاتحة سيكا قرآنية وأفجي مروفي فانا بخينة أفي مروفي سيكا قرآن خوند الفيري حديثة كادي تري بجتن بسبب ما الرواية بجت فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن سأفيج في يعني حديث ما ديار كرت كسورة الفاتحة خاندناوي دي بمروفي شبتن هر وكي مروفي سيكا قرآن خاندي قرآن چند جزية؟ قرآن سه جزية سيكا وي چند ده جزينة اگر مروفي سورة الفاتحة خاند هر وكي مروفي سيكا قرآن خاندي يادي قدر قيمته في سورتي ورب العالمين استينا دين الإسلام ياكل نفيش ونفيش عبادة إيكية ورب العالمين بيغمبري خبري عسمانا والويري قتيا محمد أف عبادة سرت فرضا نفيش هر عبادتك دي تريبتن رب العالمين جبرائيل تنار هر رب جا محمدي أبي قرآن بوببا بجاء أبا حلالة أبا حرامة بس وكي رب العالمين فيها النفيجة سر في أمتي فرض بكتن أو نفيجة أمتي محمد يكون نفيجة سر همي أمتي فرض بين بس يا ما خاصة وكي فيها رب العالمين بيغمبري خوال إسراء ومعراجش عردي برعسمانا والويري قلت يا محمد أبا نفيجة سر أمتي فرض أف نفيجة هندية مظن كش همي وحيي رب العالمين جبرائيل تنارت بو بيغمبري تنارت عرديش عسمانة تنارت عردي بو نفيج رب العالمين بيغمبر بر عسمانة وبر دفخة وقوتين اف نفيجة سرطة فرزة وأمتاتا ها اف نفيجة هندب قدر قيمة ستين دين إسلامي ستين دين إسلامي اف نفيجة شمرو في نائت قبيل كرني اگر مروف سورة فاتحة نخوينتن اگر مروف سورة فاتحة نخوينتن اف نفيجة شمرو في نائت قبيل كرني أو نفيجة سورة فاتحة دانا بتوكي بيغمبري قوتي صلافة خد السربن قوتي أف نفيجة يا شوانا يا كيمة يا يعني يا بفايدة يا ناقصة وتبشتن أف نفيجة أم تخينين كو فاتحة دا تخينين عين الملائكة جي فاتحة نفيجة خد تخينين أفا چند حديثك بين السر فضل في السورة كا أف سورة چند بقدر قيمتها أجر مربخينتن فيتشن دعم هاتين دماغي كافي خلق وحتى إيكادي رب العالمين قال مهم يابت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.